تأثر علينا تأثير يعني كلش كبير، يعني بحيث يعني من ارتفاع كانت الإقبال علينا، العالم تجي تسوق تاخذ تشتري، يعني اكو امكانيه شويه الدنيا بيها مجال شويه رخيصه، لكن من ارتفاع الدولار يعني تاثرنا هوايه، العالم القوه الشرائيه عندها قلت، يعني تعرفين هذا مو بس هو اكل وهذه وملابس وراء يعني زايده ناقصه بالنسبه للمواطن، بالنسبه للموظف، خلينا نقول الموظف راتب عنده، بس احنا ذن اهل الشغلات الحره احنا تاثرنا هوايه بارتفاع الدولار، يعني بحيث انا كنت قبل اصرف مثلا لشتي اللحم هنا هسه نص لشه، عالم ما عندها.